نذهب إلى آخر التطورات أيضا في قطاع غزة وتحديدا في الشمال. معنا من هناك الدكتور مروان السلطان، مدير المستشفى الإندونيسي. دكتور مروان، أهلا بك معنا. دكتور مروان، هل لديكم أي صورة بما يجري في الشمال، موضوع هذا الاستهدافات، موضوع الحصار، موضوع أيضا الاستهدافات بشأن المستشفيات وما يجري تحديدا في كمال عدوان؟ العزيز، يعني ما دام الان هو يعني يفرض حصار قصري على شمال غزه وما فيه اللي هو مستشفيات قطاع غزه، انا طبعا اتحدث المستشفى الاندونيسي محاصر الان، قوى دبابات الاحتلال امام بوابات المستشفى وتمنع الدخول والخروج الى داخل المستشفى. حقيقه الماء تم انقطاع نفاذه من داخل المستشفى. عذرا دكتور مروان على المقاطعه، فقط لايضاح الامر، الان المستشفى الاندونيسي هو محاصر دبابات الاحتلال. صحيح. على بوابات المستشفى الاندونيسي، صحيح؟ صحيح صحيح اخي العزيز. نعم تفضل دكتور. ولدرجه ان الكهرباء مقطوعه عن المستشفى داخل المستشفى، ولا يستطيع الطاقم من الخروج لتشغيل مولد الكهربائي من اجل اللي هو تشغيل الكهرباء وضخ الماء. يومين على التوالي والماء مقطوع عن الطواقم والمرضى الموجودين داخل المستشفى. الوضع صعب، الوضع كارثي، وهذا يشمل جميع مستشفيات. تم استهداف طبعا المستشفى بعده قذائف استهدفت لحسن الحظ الطابق. نعم. الثاني والثالث اللي هم قائد الترميم. نعم دكتور مروان، عذرا على المقاطعه، فقط نعم. نشير في هذه الاخبار ايضا واخبارنا العاجل، اللحظات الاولى نتابع هذه الصور. هذه هي اللحظات الاولى من استهداف الجيش الاسرائيلي ساحه مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزه. اذا مشاهدينا، هذه الصور هي للحظات الاولى من استهداف الجيش الاسرائيلي ساحة مستشفى كمال عدوان. أعود إليك وعذرا على المقاطعة دكتور مروان، كنت تتحدث عن الوضع هناك، وأيضا أريد أن أسألك، هل وصلكم أي أوامر إخلاء أنتم أيضا؟ أخي العزيز، بالأمس الجيش الإسرائيلي استدعى الطبيب الموجود داخل المستشفى وقال له، يعني أخذ معلومات عن المستشفى، عن البودروم، الطابق الأول الثاني، أين المرضى، وقال له ما يوجد في البودروم. قال له موجود الصيدلية مختبر وكذا، يعني قال له طيب افتح الأبواب كلها وادخل صور الأماكن كلها هذه على الجوال وأنا سأعود لك بعد ساعة تقريبا، ولم يعد يعني. وقال له أنك موجودون في منطقة خطيرة جدا، منطقة قتال، يجب أن تغادروا وإحنا سوف نحضر إسعافات وناخذ الطواقم ونفرغ المستشفى. هناك حقيقة شمال قطاع غزة يتعرض إلى إبادة جماعية ويتعرض إلى تهجير قصري أخي العزيز. هل لديكم تخوفات دكتور مروان من أيضا أوامر إخلاء تطال المستشفى الإندونيسي؟ طبعا أكيد بالأكيد، يعني الاحتلال هو يعني فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة، ثم حاصر المستشفيات، ثم منع دخول الوقود ومنع دخول المستهلكات الطبية، لا يوجد طعام وشراب داخل المستشفى أخي العزيز. الآن لليوم الثاني على التوالي منع الصليب الأحمر من الوصول إلى المستشفى الأندلسي ومستشفى العودة، وهناك استهدافات إلى المستشفيات. قبل يومين استشهد داخل مستشفى كمال عدوان، وتم قصف مستشفى العودة أيضا. كل هذه ضريبة اللي هو انه الطاقم الطبي يعني يقوم بواجبه المهني الذي يعني اقسم اليمين على ان يؤدي هذا. نعم. الواجب دكتور مروان، كيف حياة الناس، كيف يعني تقومون بهذا الواجب؟ نعلم بان الوضع صعب جدا، ذكرت بانه لا يوجد طعام، لا يوجد غذاء، وضع المستشفيات كما ذكرت محاصر، وضع الطواقم الطبية صعب جدا، كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟ والله الإنسان الفلسطيني أثبت يعني أن يتعامل مع كل الظروف، ربنا ييسر الأمور أخي العزيز. يعني إحنا عندنا طاقة بتشغل 8 ساعات بيعتمدوا عليها، بيقوموا بالأشياء بالأكسجين وكذا، وهذا خلال هو تشغيل فترة الطاقة. تمام. يعني ربنا يعين حقيقة. الآن المرضى الموجودين في المستشفى الأندونيسي حقيقة
هم مرضى يحتاجون الى رعايه تغيرات وتغيير يعني واعطاء ادويه، يعني رعايه صحيه اكثر ما هي اجراء عمليات واشياء مثل ذلك. نقص هذه لكن الامكانات يعني دكتور كيف يؤثر على عليكم انتم كطاقم صحي طبعا وعلى هناك الجرحى ايضا؟ يهدد صحة الجرحى، الآن إذا ما في غيارات، إحنا طلبنا الصليب الأحمر بمستهلكات صحية وأدوات غيار، ولكن اليوم الثاني لم يتمكن، هناك يعني غيارات في جروح في حروق، هذه تحتاج تلتهب ويعرض صحة المرضى حقيقة إلى القتل المتعمد والتهابات وهبوط الضغط، كل هذه الأشياء حقيقة تهدد بالموت المتعمد للمصابين الموجودين، هناك منهم من يحتاج إلى عمل تحاليل، هناك منهم يحتاج إلى دم، هناك منهم من يحتاج إلى أدوية غير موجودة الآن، استنزفت يا أخي العزيز. دكتور مروان كيف تصف هذه الاستهداف المباشر للمنظومة الصحية تحديدا في الشمال؟ وضع هذه المستشفيات؟ نعم تفضل. هو حقيقة يعني استهداف المنظومة الصحية هو استهداف للمنظومة الصحية لكي يجبر الناس على التهجير القسري، هذا هو المفهوم الوحيد حقيقة، ونحن يعني نطالب المؤسسات الدولية كلها بحماية الطواقم الطبية والمرضى والمصابين والمستشفيات، لأن المستشفيات هي تقوم بواجبها المهني فقط، ولا يوجد أي ناس غير المرضى والطواقم الطبية موجود داخل المستشفى. هل هناك أي تواصل؟ نحن نطلب من الصليب الأحمر نعم. ومنظمة الصحة العالمية بإرسال وفود وأن يبقوا بجانب الطواقم الطبية من أجل إنقاذ حياة الناس ومن أجل اللي هو تعزيز صمود الطواقم الموجودة داخل المستشفيات. دكتور مروان هل جرت هناك أي اتصالات؟ يعني أنت توجه هذه النداءات نعم. إلى منظمة الصحة العالمية غيرها من الجهات؟ الصليب الأحمر والصحة العالمية وكل المؤسسات الدولية المعنية بذلك تم التواصل من قبلنا ومن قبل وزارة الصحة الفلسطينية، ونحن لا يعني بالدقيقة يعني نرى ما يحدث، ونحن على تواصل مع كل الطواقم، ويعني حقيقة يعني جفة الكلمات جفت، ومن من كثر ما صرخنا فيها العالم يعني ينظر إلينا وكأننا لا نعود لهذا العالم حقيقة، يعني هناك إبادة جماعية، هناك تهجير قسري، هناك حقيقة يعني إشعال النار في كل البيوت، هناك قصف لأحياء كبيرة جدا، ينتج هناك ناس تحت الركام ما زالوا حتى الآن تحت الركام، هناك مصابين لا يستطيعون الإسعافات والطواقم الطبية الوصول إليهم، بل استهدف الإسعافات واستهدفت المستشفيات، هل يبقى أي عذر فوق هذا العذر؟ على العالم، على منظمة الصحة العالمية، على الأمم المتحدة، على مجلس الأمن حقيقة أن يتحركوا من أجل وقف هذه الإبادة الجماعية. هل هناك من تقديرات دكتور مروان إن كان هناك يوجد لديكم أي وقود للمستشفيات؟ تحدث بأنه لا يوجد ماء، لا يوجد طعام، يعني إن كانت حتى هناك يعني القليل منها المتواجد لديكم، هل هناك من تقديرات إلى مدة انتهائها؟ أنا أقول لك أننا لا نستطيع الخروج يعني منذ بداية الحصار، ونحن نجري اتصالاتنا من أجل التنسيق للسماح للطواقم الطبية بالخروج، للطواقمنا بالخروج لتشغيل مولد، وهم لم يسمحوا من أجل ذلك. حقيقة هناك يعني تقريبا 600 لتر من السولار موجود، لكن لا نستطيع إشغال المولد لحتى الآن، فنحن من خلال دعاتكم الموقرة نطالب الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وكل المؤسسات الحقوقية الدولية بحماية الطاقم الطبية وإدخال لهم الطعام والشراب وتمكنهم من تشغيل مولد حتى يستطيعوا اللي هو يحافظ على صحة المصابين الموجودين. هل هناك من تقديرات للأعداد بالنسبة إلى الطواقم الطبية أو حتى للجرحى والمرضى المتواجدين داخل المستشفى في ظل هذا الحصار دكتور؟ داخل المستشفى الأندونيسي هناك 30 مصاب مع مرافقينهم، وعندي 15 من الطواقم الطبية أخي موجودين داخل المستشفى. وكما ذكرت كلهم لا يوجد لديهم أي غذاء أو ماء.
نعم أخي العزيز، نعم هناك شح في كل شيء. طيب بالنسبة إلى موضوع الاحتياجات، موضوع الإمكانات المتوافرة لديكم، يعني هذا الحصار مستمر منذ قرابة الشهر من خلال هذه العملية العسكرية، ما المتوفر لديكم؟ وذكرت في البداية دكتور بأنه حتى يعني لا تتحدث عن موضوع عمليات صعبة أو معقدة، بل تتحدث عن إجراءات أولية. صحيح صحيح، يعني نحن نقوم بغيارات لهذول المرضى، نقوم ب اللي هو يعني اعطاهم الادويه المضادات الحيويه، نقوم بحقيقه يعني قبل ما يتم حصار المستشفى كان يعني يجروا فحوصات مخبريه، يعطوا دم، لكن الان الحصار حقيقه يعني اذهب كل هذه الاشياء، يعني حقيقه لا نستطيع عمل اشعه، لا نستطيع تشغيل مختبر، هناك خطوره على حياه المصابين حقيقه، الوضع كارثي، الوضع صعب ومعقد جدا، لكن نحن يعني ما استطعنا اليه سبيل، نقوم بما نستطيع به يا اخي العزيز. توجهت بنداء دكتور، نعلم بان الوضع صعب جدا وذكرت بان هناك اتصالات، لكن ما هو المطلوب الان بالنسبه لكم؟ ما هو الاحتياج الاهم الملح في هذه الساعه؟ حقيقة يجب اللي هو على منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر إدخال وفود طبية لكي تقوم بإنقاذ حياة الناس الذين هم بحاجة إلى علاج وعمليات جراحية في مستشفى كمال عدوان وفي مستشفى العودة، هناك مئات من المرضى موجودين يحتاجون إلى تدخلات جراحية أخي العزيز، كذلك نحن يعني بحاجة لإدخال الطعام والشراب وبحاجة إلى إدخال الوقود والمستهلكات الصحية، هذا واجب حقيقة إنساني يجب أن يقومون به، هذا أقل الواجب في ظل هذه حرب الإبادة التي يتعرض لها شمال قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور مروان السلطان مدير المستشفى الإندونيسي.